أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن قوات الجيش والمقاومة تقترب بشكل كبير من صنعاء، وأن المناطق المحيطة بها ستعلن في فترة وجيزة ولاءها للشرعية. وأوضح المخلافي أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتوجه خلال أيام إلى الرياض، وأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية سيضعان أمامه كل القضايا المتعلقة بالمشاورات وخريطة الطريق التي لا يوجد اتفاق حولها حتى الآن.